والسؤال الثالث ايضا من هذه القائمة، ما حكم الاسلام من ظاهرة الاستمناء بالكف؟ الاستمناء بالكف هذا يسمونه العادة السرية ولا يجوز، يجب الكف عن ذلك لما فيه من المضار العظيمة التي ذكرها الأطباء. فالاستمناء باليد فيه مضار كثيرة وفيه مخالفة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء باليد شيء وراء ذلك، شيء وراء الزوجة، استمتاع بالزوجة واستمتاع بالسفينة والجماع، فالذي وراء ذلك لا يجوز، والزنا والنظار والاستمناء باليد ونحو ذلك هذا من وراء ذلك فلا يجوز، مع ما في الاستمناء من مضار كثيرة ينبغي للمؤمن الحذر منها. انتهت الأسئلة.